هل يجب على الزوج المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الكتابية أي النصرانية أو اليهودية؟ الجواب: زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، أما غير المسلم فلا تجب عليه زكاة الفطر، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وقد نص العلماء على أنه لا يجب على الزوج المسلم إخراج زكاة الفطر عن زوجته الغير مسلمة الكتابية سواء النصرانية أو